اسمي أروى أم فرح، أنا من فلسطين، من مخيم اسمه دهيشة، مخيم اللاجئين. عايشة عندي أسرة، عايشة أنا وجوزي وبنتي. خايف على بنتي، خايف ان ما تتعلمش، ما تقدرش تتعلم، خايف اني ما اقدرش اني اقدر اعلمها، اقدر اني ادبي لها احتياجاتها، لان الوضع المادي سيء جدا جدا. يعني انا بحتاج لكمتنا في الشيء الاساسي، بحتاج مثلا داري، وضع داري، وضع حياتنا، فيش يعني وضع داري كثير سيء، فيش شيء يعني زي الناس ان يكون عند بنتي مثلا شغلات لبنتي، لعب، العاب تلعب بنتي فيه، ان بنتي مثلا تلاقي اشياء، فيش، ما في. جوزي عاطل عن العمل، كبل الكورونا، كان مرات يطقطق يشتغل في اي شغله، ينظف حبله، يسوي ينظف اي شغله لاي ناس، يحاول انه قد ما يقدر يطلع لنا اي شغله، بس بعد الكورونا صار وضعنا كثير كثير سيء. الطرد هو اللي بيساعدني في مثلا لما يجيني الطرد، بحاول اني قد ما اقدر اني استفيد من الله، لانه بيجيبونا كميه منيحه بيساعدونا فيها، وبكون الطرد كافي اني انا ارتب امور داري واسلك امور داري فيتها.